وزارة الداخلية ما أقول مقصرة، بالعكس وزارة الداخلية تؤدي واجب كبير جدا، ولكن هذه القضية شوية هم مقصرين بها بهذه القضية فقط. يعني مثلا على سبيل المثال أنا شفت فد واحد مثلا بالنجف الأشرف أيام الانتخابات ادعى، هذا نصب واحتيال وهذا انتحال وكذب وأوهام، ادعى أنه عنده رسالة من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأنه الإمام بلغه أنه أي واحد راح يروح للانتخابات أيام الانتخابات هو راح يصاب بالسرطان، وأسرته أيضا كلهم راح يصابون بالسرطان. يعني هذا كلام غريب جدا غريب، ومع ذلك هذا قدر يوصل رسالة لعدد طبعا لأنه هو عنده بث يصل إلى آلاف، يعني يشتركون وياه هو كل شوية. صحيح مخلي العمامة على رأسه، بس هو كل شوية عمامة وبنفس الوقت يقول لك كبس كبس، يعني شيء غريب حقيقة. يعني ها فهذا لم يمر به أحد، ما حد يحاسبه، ما حد يقول له إنه أنت شلون تقول هذا الكلام عن اللي دا يشاركون في صناعة الوضع السياسي بالعراق. شلون يصير التغيير؟ هذا غير التغيير يصير عن طريق الانتخابات، هذا عن طريق هذا التفكير الخرافي.